نروح لموضوع جديد وهو مقاول النهارده في التجمع الخامس ولع في اخوه، يعني في استمرار لبعض الاخبار او الجرائم الغريبه اللي بنشوفها في بلدنا خلال الكام يوم اللي فاتوا. يمكن العيد كان فيه 3 جرائم، واحد قتل مراته، واحده قتلت جوزها، وكمان ابن قتل امه بسبب خلافات ماديه، ايضا بسبب خلافات ماديه وبسبب الاختلاف على ورث والاختلاف على بعض المنقولات. النهارده اخ او مقاول بيقتل اخوه، لكن المره دي حرقا، انهى مقاول حياه شقيقه حرقا بعدما اشعل النار في جسده بسبب خلافات ماليه في شقته في التجمع الخامس. الراجل راح على اخوه وولع فيه بالشقه بتاعته بسبب بعض المشاكل الماديه.